لك روحنا في ذا الجيش، روحنا في ذا الجيش، الجيش ولدنا كلها ولدنا الجيش، والله زي روح اظفر من الجيش كأني رايح قلبي. لما صر يعطينا
الجيش وانا بالذهن بروحي للجيش. الجيش هذا الجيش وطننا، حامي بلادنا، حامي الحمى، الله يخلينا يا هم اولادنا، اولادنا هم بس عزتنا، هم اولادنا في الاقدام اللي بيمشوا عليها، بنبوس البوط، البوط اللي بيمشوا عليه عن جد، والارض اللي بيدعسوا عليها، والله يعينهم ويكون معهم وينصرهم يا رب. ما في منه جيشنا، ما في منه عن جد، ما في منه والله العظيم. والله سوريا بشار وبس، وحياة الله نحن بألف خير وبألف نعمة. نحن الأساس سوريا، أم العرب كلها، نحن نطلب من الرئيس انه يكون شجاع، ابن شجاع، ولا يرحم هالامي التنك. لا بدنا العربي وربيعه، ولا بدنا خطر وربيعه. ربيع سوريا هو ربيعنا، دمنا وروحنا فدا سوريا. ايها الاخوة، لقد صمدت سوريا، لأن سوريا لا تخيفها الأساطيل. صمدت سوريا بمبادئها التقدمية، فستكون المنارة التي تضيء طريق الأجيال المقبلة لبناء سوريا المستقبل. وصممت القوات المسلحة السورية على أن تعيد البناء، فأعادت البناء لتبقى سوريا محصنة عاصية. إنني أحيي القوات المسلحة السورية. باسمكم أحيي قواتنا المسلحة الباسلة التي ناضلت وصمدت وقاتلت أشرف قتال في البر والجو والبحر. أحيي ضباطها وصف ضباطها وجنودها الشجعان. نوجه لهم التحية وهم يقفون على أهبة الاستعداد، يصونون شرف الوطن ووحدة ترابه وشعبه. وأقول لهم إننا معكم في كفاحنا من أجل النصر. من قال بأن سوريا هي قلب العروب وعروب الناضج؟ ليس سوريا من اخترع هذا المصطلح، عبد الناصر قال هذا الكلام وما زال مستمرا. وستبقى دائما دمشق قلب العروبة الناضج. بطلب من الرئيس انه يقبلني اتطوع بالجيش. انا عمري 82 سنة، روحي في الجيش. ما بدنا غير الله يخلينا الرئيس ويحمي سوريا من هالأم الفلساني. شعب كذاب، شعب بالدولار، هذول أمارة عم يشتغلوا ومبسروا العالم بالسرع. نحن لا منباع ولا منشتغل. الله يوفق رئيسنا ويطول عمره ويحمي الله سوريا وبس. والي من حلب، من سكان مدينة جسر الشغور من 20 سنة، بيتي جنب المستشفى الوطني، وهلأ عم بحكي من قدام مسجد الوطني. بوجود الجيش ودخل الجيش على المدينة، العالم كله تهربت من مدينة جسر الشغور، كله مو خوف من الجيش، خوف من هالصايعين الضايعين اللي كل واحد بمبكشن حامل وحامل بارودة روسي. نعم اللي بدي اياه منكم، إذا بسمع تركي عسكري قبضاي ورجال، وأنا ما بقبل بكثير غير رجال، وأنا قلت لكم هالكلام هذا من زمان. وهذا الموضوع وقت اللي أنا بشوف عسكري نطلع على حرمي، نطلع علي، هاي أماتنا، هذول أماتنا، وهذول أم أي واحد منكم، وأم أمي أنا وأمك وأم أي واحد منا. المفروض احتراما لهالحرمي هذه ولأمي وأمك، وقت ما يشوف أي حرمي من طرف الأرض، مفهوم؟ مفهوم. أي بنت هذه أختك يا أبني، هذه أختك بعهد الله، وقت اللي بنشوف أخت من إخواننا من طرف راسنا بالأرض. تلبس بتطلع، نحن ما لنا علاقه، نحن نحترم نفوسنا، وهذه طقوس عند كل الناس، مفهوم يا ابني؟ وبدي اسمع اي مخالف، اذا تشوف انسان حكى واشتكى انه والله هالعسكري طلع على حرمي او على بنتي، شاف الله تطور له عينه، لانه ما بيكون بيحترم امه، صحيح؟ اذا هذا الكلام بدنا نفس عملي كنت رجال، وانا بفتخر فيكم دائما وابدا. طمن اهله مصدق أهلو، استلم الأمانات بشكل رسمي. نحن نشكر كثير قضاتهم الفاحل، يعني هو الأعمار بيد الله، ولكن لو ما هني ما في حدا يسفر أبدا، ما في حدا في الشارع. وممكننا نعطيه العافية ونشكره كثير. بدو جاي كنا يجيش سوري، الله يحميهم جميع ويقويهم وينصرهم.
دائما بنشوف بالجيش العربي السوري انه هو الضمانة الوطنية وهو حامي الديار، فلذلك لا بالعكس انا شايفهم حتى الشباب معنوياتهم عالية، وفي إلنا نحن أقربائنا بالجيش دائما بيعبرونا قديش هن معنوياتهم عالية. المعنويات حديث جدا جدا تمام التمام، والأمور كما أنت شايف الحمد لله تمام. ولا تنسوا أنه نحن الجيش العربي السوري، مطرح ما بيدعس الجيش العربي السوري بتهز الأرض. نحن رجال سوريا، ونحن بفضل قائدنا قيادة هاي البلد وبفضل الشعب السوري نحن دائما منضل صامدين ومتماسكين. وبإذن واحد أحد يا قطر ويا حمد اسمعوني، والله والله لا تبوسوا الأيادي والله، ونحن الجيش العربي السوري لا تنسوها. الله يعطيكم العافية، ونحن عن جد يعني الله يعينهم ويكون معهم واقف معهم وينصرهم إن شاء الله يا رب. المهندسين اللي بيجوا على سوريا بيزعوها نهائيا، والله يخلي لنا الرئيس بيديننا إياه فوق راسنا. بس ما بدنا نحكي لأولادنا كيف هنن كيف نحن انتصرنا عليهم. الله الله يقوينا عليهم إلهي. اسمع يا كل الكون، شمس الدنيا والعون، يشمو سوريا طول طول الدنيا.